مساحة جديدة للرأي، أهلا بكم. وسط أزمات سياسية واقتصادية دولية تمر بها دول العالم، بتنعقد قمة بريكس بجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، واللي بتكتسب أهمية في ظل متغيرات والتحولات الدولية بالغة الصعوبة والمخاض العسير لمرحلة جديدة بتشهد نهاية عالم القطب الواحد. بتستهدف النسخة 15 لمجموعة بريكس إعادة تشكيل العلاقات الدولية تزامنا مع اتجاهات ظهرت في بعض الدول من أجل التخلص من هيمنة الدولار. ده طبعا على التعاملات التجارية بين الدول، خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا، بعد اندلاع الحرب الأوكرانية واللي أدت لصعوبات في بعض التعاملات التجارية لعدد من الدول، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية. يرى المراقبون أن تجمع بريكس بات ينظر إليه كتجسيد لمساعي الكثير من القوى الدولية لبناء عالم متعدد الأقطاب وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة على قيادة العالم. أيضا بتتطلع الدول النامية والفقيرة نحو البحث عن شركاء جدد للتنمية. فهل تملك بريكس ما يكفي من الأوراق لإعادة صياغة التوازنات الدولية؟ وهل تتمكن من كسر المنظومة الغربية لتصبح منافسا قويا لمجموعة السبع؟ ده اللي هنجيب عنه مع ضيفنا دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني موضوع هام ومتشعب، لكن هنبدأ حوارنا بعد هذا التقرير. في خضم انقسامات وصراعات دولية، اجتمع أعضاء الكتلة الخماسية بريكس لبحث توسيع عضوية المجموعة مع سعي بعض الأعضاء لتحويلها إلى قوة موازية للغرب. ملفات عدة على طاولة النسخة 15 لقمة بريكس هذا العام، يأتي على رأسها محاولة التخلي عن الدولار واستبداله بالعملات المحلية للدول الأعضاء، وأيضا التباحث في النظام العالمي الجديد الذي بات في طور التشكيل. التوترات العالمية المتصاعدة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا وتصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة أضافت إلحاحا على حملة لتعزيز قوة المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي عانت أحيانا من انقسامات داخلية وافتقار لرؤية متماسكة. رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أكد أن مجموعة بريكس تمكنت من أن تشكل قوة في الاقتصاد العالمي باعتبارها تمثل 40% من سكان العالم. وقال رامافوزا عن القمة المنعقدة في جوهانسبرغ إن دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية. القمة التي عقدت تحت شعار بريكس إفريقيا استضافت قادة عدة من الدول الأعضاء الرغبة في الانضمام للمجموعة، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 50 دولة. وخلال مشاركته افتراضيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم، مشددا على ضرورة التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية. كان توسع مجموعة بريكس هدفا للصين منذ فترة طويلة، إذ تأمل أن تضفي العضوية الأوسع نفوذا لمجموعة تضم بالفعل نحو 40% من سكان العالم، لكن التوسع المحتمل لمجموعة بريكس ما زال معلقا، واعتزام المجموعة أن تصبح نصيرا للجنوب العالمي النامي وتقديم بديل لنظام عالمي تهيمن عليه الدول الغربية الثرية يجد صدى بالفعل. مرحب بكم من جديد. وضيفي في الاستوديو دكتور ماجد عبد العظيم، استاذ الاقتصاد. دكتور ماجد، هذه هي هو الاجتماع 15. يعني ليه كل الزخم ده، خاصة وان العالم الغربي يعني دائم التهكم على هذه المجموعة، وبيقول احنا لا نراهم الا في الاجتماعات، يعني ما لهمش نشاط ملموس. ليه كل هذا الزخم في اجتماع هذه المرة في جوهانسبرغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدون شك ان ما يمر به العالم الان هو احد اسباب هذا الزخم، بمعنى
مشاكل اقتصادية كثيرة، حرب روسيا وأوكرانيا، قبلها جائحة كورونا، أيضا مشاكل في سلاسل الإمداد العالمية، الموجة الكبيرة جدا من التضخم، بعض الدول بتعجز عن سداد التزاماتها، وشوفنا ده قريب جدا كان حاصل. طيب اللي حاصل ده من زخم يدل على مدى أهمية الحدث، ومعنى ان دايما عالم القطب الواحد بيبقى فيه سيطرة لقطب واحد على باقي العالم، وبالتالي هذه محاولة للخروج من هذه الأزمة، أزمة سيطرة الغرب، سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، سيطرة الدولار على اقتصاديات العالم. لو نظرنا لأهمية هذه المجموعة رغم أن عددهم مش كبير ولكن قوتهم كبيرة، يعني منهم الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لو نظرنا إلى عناصر القوة في مجموعة البريكس اللي هي بتتكون الحروف الأولى من أسماء هذه الدول، البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا التي انضمت تالية لهم، هتشكل قد إيه دي من اقتصاد العالم؟ ربع اقتصاد العالم، خمس التجارة العالمية، بيسكنها أو يقطنها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، تشكل 40% من مساحة العالم. طيب لو نظرنا إلى ما يحدث من تكتلات، العالم الآن أصبح عالم التكتلات، زي ما الشاعر بيقول: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا انفردنا تكسرت أحدا. وبالتالي دايما في التكتلات بيبقى في قوة أكبر ومزايا للدول المتكتلة مع بعض في شكل من التكتل، وأيضا الدول التي تنضم لهذا التكتل. شايفين تقريبا 23 دولة بتطلب الانضمام إلى هذا التكتل، منهم مصر والإمارات والجزائر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى كثيرة. لو لم يكن هناك رؤية لهذه الدول في أن هذا التكتل سوف يضيف إلى اقتصادياتها لما يعني طلبت الانضمام. طيب الأحداث الجارية على الساحة العالمية، هل هي ضخت الدم في مجموعة البريكس، أم أن استراتيجية مجموعة البريكس هي يعني المضي قدما لكن بتمهل ويعني باستراتيجية مدروسة؟ لو نظرنا إلى الدول المكونة لهذا التكتل، الخمس دول، هنلاقي أنهم حققوا أعلى معدلات نمو في الفترة الماضية، حتى في ظل وجود جائحة كورونا، وحتى في ظل الأحداث السياسية الحادثة الآن. وبالتالي ده مؤشر لقوة هذا التكتل وللمنافع التي يمكن أن تعود ليس فقط عليه وإنما على بقية دول العالم. عشان كده هنلاقي حرص دول كثيرة على الانضمام إلى هذا التكتل. طيب لو جينا قلنا التكتل ده حاليا بيشهد نوع من التقدم، بمعنى ان في نوع من انواع السيطرة الجزئية الان قد تمتد الى سيطرة بشكل اكبر مع مرور الوقت. التخطيط لاصدار عملة جديدة تكون سلة لعملات الدول المكونة للتكتل. طيب انا عايزة قبل ما تطرق على جزئية اصدار عملة جديدة، يعني رقم واحد على اجندة هذا الاجتماع هو كسر سيطرة الدولار، والنقطة التي تأتي بعدي هي ضم دول جديدة. خلينا ناخدها واحدة واحدة كده. هل بريكس قادرون على كسر هيمنة الدولار؟ يعني هم في تصريحاتهم في اليوم الأول قالوا يعني هيكون من الصعب إصدار عملة للبريكس، لكن هنبدأ ب إن هم يبقى في تجارة بينية بالعملات المحلية. كيف ترى هذه التصريحات وكيف ترى الوضع بالتدريج كده هيوصلوا لإيه؟ رؤيتي الموضوع أنه ليس بالأمر المستحيل، ولكنه أيضا ليس بالأمر اليسير، يعني الصعب أو السهل الممتنع زي ما بنقول، لأن برضو الدولار ليه وضع عالمي كبير في التجارة الدولية. أمريكا تعتبر الدولة الأكبر من حيث الاقتصاد أو السيطرة على اقتصاد العالم، أيضا في منافع متبادلة حتى ما بين دول مجموعة البريكس نفسها وأمريكا والاستخدام الدولار، إما من خلال البترو دولار الأهم برضو. بالضبط بالضبط. والمديونيات والقروض الخاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أيضا بالدولار. وبالتالي
الامر بيستدعي ان يبقى في خطه، وهو ده اللي موضوع من قبل هذه المجموعه، ان يبقى في خطه تدريجيه للسيطره، لا تاتي السيطره او حتى احلال العمله او استبدال العمله في فتره زمنيه وجيزه. ده لعدم زعزعه الاقتصاد العالمي طبعا. ولا لاهداف اخرى؟ لا، لعدم زعزعه الاقتصاد العالمي ولعدم الاضرار بهم هم نفسهم. كنت لسه بقول لحضرتك ان في مصالح مشتركه، في قروض بمليارات كبيره، وبالتالي لا، الامر بيبقى تدريجي علشان يحصل احلال او استخدام لعمله مشتركه او عمله موحده بين دول هذه المجموعه، حتى مبدئيا في التبادل التجاري ما بين دول المجموعه. يمكن احنا شايفين الدول الان بتسعى حتى الى احلال عملتها محل الدولار، ودي كانت من الاتفاقيات اللي عملتها مصر مع الهند، ان نتعامل بالعمله المحليه ونتبادل السلع بقيم. وشفنا صفقات الامارات مع روسيا، يعني شايفين هذا النوع من التحركات. طيب نيجي للجزئية الثانية، 20 دولة طلبت الانضمام رسميا، ودول كثيرة بحسب رئيس جنوب أفريقيا لم يذكر عدد قد إيه اللي هم حابين بس كطلب، لكن 20 دولة طلبت الانضمام للبريكس. على أي أساس سيتم اختيار هذه الدول، خاصة وأن هناك دول من اللي تقدمت هي دول ممكن تكون عبء على مجموعة البريكس؟ لا شك طبعا أن اختيار الدول بيبقى ليه أسس وشروط بتضعها مجموعة البريكس، وبرضو بيتم النظر إلى مدى استفادة هذه المجموعة من انضمام الدولة، يعني السياسة والاقتصاد ما بقاش فيهم مشاعر، وبالتالي هنشوف أو هيشوفوا إيه الاستفادة المتبادلة من انضمام هذه الدول. طبعا لا شك أن إحنا كدولة مصر مقدمين على الطلب، وزي ما قلت المملكة العربية السعودية والإمارات والجزائر ودول أخرى كثيرة، ولكن هما بيدرسوا الطلبات وبيشوفوا إيه اللي ممكن تكون هناك منافع متبادلة، يعني win win situation، يعني بمعنى أن أنا هستفيد من انضمامك إيه وأنت هتستفيد من انضمامك ليا إيه. ولذلك بيتم دراسة الطلبات ثم البت فيها، والمجموعة اللي متقدمة ل 20 أو 23 دولة اللي متقدمين، بالعكس ده فيه أكثر منهم يمكن ما يزيد عن 50 دولة اللي مضوا على الطلبات الرسمية، هم 20 بالضبط. ولذلك بيتم البت في الطلبات ودراستها بالجلوس على مائدة المفاوضات والتشاور فيما بين ممثلي دول المجموعة وقادتها. طب يعني ال 20 دولة دول في منهم عدد يعني ليس بالكثير، خلينا نقول السعودية إمارات على سبيل المثال، الناتج القومي بتاعهم مرتفع، لكن في دول أخرى مثلا زي مصر زي دول تانية هي بتحظى بمنافع زي مثلا موقع الاستراتيجي، النمو الكبير الذي يحدث، ده عامل في اختيار الدول التي ستنضم لتخدم مشروع هذه الدول؟ طبعا بدون شك، مش شرط ان الدول تكون ذات اقتصاديات قوية علشان يقبلوا ضمها للمجموعة او ما يسمى بمصطلح البريكس بلس. لا، لازم يكون ايضا في رؤيتهم ليها ان في مزايا او في عندهم رؤية لتبادل تجاري او استثمارات مشتركه ممكن تكون بيئه او يعني موقع هذه الدوله او ما لديها من ثروات يمثل بالنسبه لهم اهميه، او مواد خام او صادرات او ما الى ذلك، فيبقى في اكثر من عنصر بيتم النظر اليه في وضع قرار انضمام الدوله او عدم انضمامها. الهند والصين بيحاولوا يكون ليهم موقف يعني محايد، وان يكون اختيار الدول التي ستنضم ان هي تكون دول ليست معاديه على طول الخط للغرب، زي ما مثلا ايران موجوده. الشكل السياسي بقى لهذه المجموعه، يعني مجموعه السبعه اللي المفروض ان هي بريكس هتنافسها، هي يعني سياسيه اقتصاديه. هل بريكس بتسعى ان هي تلعب الدور ده عن طريق برضو اختيار دول على الحياد؟ أعتقد زي مصر، يعني خلينا نقول برضو زي مصر. طبعا اعتقد ان في يعني ما يسمى بلعبة السياسة والاقتصاد، لأن السياسة والاقتصاد يعني وجهان لعملة واحدة، ما يسمى بالتوازنات، بمعنى عدم اللجوء إلى الصدامات بشكل قوي، لأنه بيأثر بأثار سلبية وبيرجع على كل الأطراف. لو حضرتك تطرقتي نقطة مهمة جدا، ألا وهي الجروب اوف 7 أو الجي 7، مجموعة الدول الصناعية السبع دول دول كبرى جدا، يمكن يكون
نسبتهم او عدد سكانهم اقل بكثير من عدد سكان البريكس، لكن بيسيطروا على جزء كبير من الناتج المحلي ليهم 30% من الناتج العالمي. نعم. على سبيل المثال الولايات المتحده والمانيا وبريطانيا وايطاليا واليابان وفرنسا وكندا، السبع دول بيمثلوا حضرتك ما يقرب زي ما حكيت فضلتي وقلتي من 32 الى ما يزيد عن ذلك من الناتج المحلي الاجمالي. 60% من صافي الثروه العالميه، 60%، وبالتالي هي قوة لا يستهان بها. فعشان يحصل ما زالوا يا دكتور، ولا الـ يعني الضغوط الاقتصادية الأخيرة وسلاسل الإمداد وما إلى ذلك، الحرب الأوكرانية الروسية أثرت عليهم، يعني هل الوضع ما زال كما هو في هذه الدول السبع لها نفس القوة؟ بدون شك أن ما يحدث في العالم أثر على كل دول العالم، وبالتحديد ليست فقط الدول النامية أو الاقتصادات الناشئة، وإنما الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى. وإحنا شايفين قد إيه معدلات التضخم، غلاء، ارتفاع أسعار الخامات، ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع أسعار الشحن البحري، وأيضا تكاليف الحياة في كل الدول، ليست فقط في الدول النامية ولا الناشئة. ولكن بدون شك أنه حتى الآن لازالت مجموعة السبع تسيطر على الجزء الأكبر من اقتصاد العالم، لأنها زي ما قلنا الدول الصناعية كبرى، والصناعة تعتبر القاطرة الأقوى والحقيقية للتنمية، وبالتالي حتى الآن لا زال هناك تنافس قوي وشرس ما بين البريكس وما بين الجي 7. ولكن أعتقد أن في السنوات القادمة هيحصل في تقدم لدول في المراكز تصنيف الاقتصادي والقوى الاقتصادية، وهيحصل تأخر أو تراجع لدول تحتل الآن مراكز أقوى. هتوقف مع تقرير الصحافة ومن بعده نستكمل الحوار. نبدأ جولتنا من صحيفة وول ستريت جورنال، حيث يرى جوزيف سوليفان الخبير الاقتصادي السابق بالبيت الأبيض أنه يمكن أن تمثل قمة بريكس 2023 حقبة جديدة في التمويل العالمي، فقد سعت دول التجمع لخلق نظام اقتصادي موازن لنظام المؤسسات الدولية الحالية لتخرج الدولار من معاملاتها باعتباره مقياسا لأسعار العملات ووحدة عملة المقاصة الدولية. ولهذا كان بنك التنمية الجديد التابع لبريكس البديل للبنك الدولي وصندوق النقد خطوة مهمة بعد أن بلغ رأس ماله 50 مليار دولار. في اندبندت عربية يؤكد أنطون سيلانوف وزير المالية الروسي أن اقتصادات دول تجمع بريكس تجاوزت نظيراتها بمجموعة الدول السبع من حيث معادلة القوة الشرائية، وفي ظل الحديث عن عالم متعدد الأقطاب تسعى العديد من الدول للتخلص من هيمنة الدولار، فهناك 19 دولة تقدمت للانضمام للتجمع، كل الإمكانيات متاحة الآن لطرح عملة موحدة أو على الأقل تسوية التعاملات بين الدول بالعملة المحلية. أما في الجارديان، جيم أونيل وزير الخزانة البريطاني الأسبق يكشف النقاب عن أن صعود البريكس لا يعني أي شيء بالنسبة للنظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة، ففي نهاية المطاف يواجه التجمع العديد من التحديات، على رأسها أن أهم اقتصادات البريكس الصين والهند هما خصمان نادرا ما يتعاونان، كما أن طموحات الصين بنيل عملتها لقب العملة الاحتياطية العالمية سيحطم الطموح الروسي من الوهم أن تشكل عملة بريكس تحدي خطير للدولار الأمريكي. وفي العين، باسل الخطيب يبعث برسالة مفادها أن إطلاق عملة جديدة لتجمع بريكس لا يمثل تهديدا كبيرا للدولار الأمريكي، لأن دول التجمع ترتبط بالديون الأمريكية البالغة 30 تريليون دولارا، وهي على شكل سندات حكومية أمريكية وأسهم وحسابات جارية، والعقبة أن جانبا كبيرا من احتياطات دول بريكس بالدولار في هذا الدين، واستبداله بعملة جديدة يضرب اقتصادهم. ونختتم جولتنا بالأهرام، حيث تتساءل فاطمة مهدي هل سيتمكن تجمع بريكس كما يخطط من إحداث توازن في النظام المالي العالمي مع الحد من هيمنة الغرب والولايات المتحدة، أم أن التغيير يحتاج إلى سنوات؟ فقد استغرقت عملية إحلال اليورو محل الدولار 5 عقود، إنها مهمة شقة. مرحبا بكم من جديد، وضيفي في الاستوديو دكتور ماجد عبد العظيم استاذ الاقتصاد. توقفنا عن مدى قوه مجموعه الجي 7، لكن على الجانب الاخر احنا شايفين افريقيا هي دلوقتي محط انظار الجميع. جنوب افريقيا هي اخر دوله انضمت لمجموعه البريكس، وانضمت عشان يكون في ممثل للقاره الافريقيه في المجموعه. كيف ينظر مجتمع البريكس لافريقيا؟
طبعا أفريقيا تعتبر غنية بموارد كثيرة جدا، وبالتالي نظرة في من وجهة نظري أن نظرة البريكس إلى أفريقيا كقارة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية وبالمعادن النفيسة وبالخامات التي يمكن استخدامها في الصناعة وفي الاستثمارات، وفي أيضا معدل أو عدد السكان المتزايد اللي بيمثل قوة شرائية لمنتجات هذه من المجموعة. أفريقيا عبء أم قوة دافعة وثقل لدى البريكس؟ لا، أعتقد أنها مش هتكون عبء بقدر ما هي هتكون مشاركة بإيجابية، خاصة أن فيها دول غنية بثروتها، أيضا موارد بشرية قوية. لا، ما أعتقدش أنها تكون عبء، ولئلا ممكن كانوا رفضوا انضمام جنوب أفريقيا. في التحولات السياسية التي تحدث في أفريقيا دلوقتي، هل هي بدعم من دول البريكس للتخلص من خلينا نقول الاستعمار الغربي اللي كان سائد على في أفريقيا؟ شايفين تحركات كبيرة اقتصادية كمان في أفريقيا؟ طبعا، أنا قلت حيك أن التحالفات الجيوسياسية، وبالتالي هناك عنصر السياسة بيلعب دور مهم جدا بجانب الاقتصاد. أعتقد أن في دور كبير جدا لما يحدث الآن في أفريقيا، خاصة أنه على صعيد الاقتصاد على الصعيد السياسي هناك حراك كبير جدا في هذه الفترة. وأعتقد أن انضمام أفريقيا إلى مجموعة البريكس وانضمام مصر هيكون في منافع متبادلة كثيرة جدا. طيب، مين المستفيد من البريكس؟ الأكثر استفادة نقدر نقول جنوب أفريقيا كدولة، الصين في ظل يعني شايفين في هبوط حاد لليوان الصيني بسبب تباطؤ الاقتصاد، ده في صالح الصين ولا عشان يعني لزيادة التصدير، ولا في عكس ده يعني لا يفيدها؟ مين أكتر واحد مستفيد مما يحدث الآن في بريكس؟ حيك أكثر من يمكن أن يستفيد مما يحدث في بريكس هو الدول اللي هتكون عندها نهضة صناعية، عندها فرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية للقدوم للاستثمار فيها، عندها كمان رؤية للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة في مجال التكنولوجيا والصناعات. لأن لو كلمنا عن الصين تعتبر من الدول اللي بتصدر للعالم كله، مش بس منتجات صناعية، سلع وأيضا مصنوعات بتلقى إقبال في كل أسواق العالم، ويمكن بتعملها بدرجات متفاوتة حسب هي بتصدر لأي دولة أو لأي، ولكن اعتقد ان هيبقى في منافع متبادله مش بس للدول المكونه الاساسيه لمجموعه البريكس الخمسه، ولكن اعتقد ان ايضا في فوائد هتعود على دول القاره الافريقيه من الانضمام. واحنا برضو كمصر اعتقد ان شاء الله هيبقى في عندنا استفاده كبيره جدا ايضا، ليس فقط في مجال التجاره الدوليه وانما في مجال الاستثمارات الاجنبيه المباشره. يعني عايزه قبل ما اتحدث باستفاضه شويه عن مصر والفائده التي ستعم على مصر، الاختلافات الداخلية ما بين دول بريكس والدول اللي بتسعى للانضمام. يعني شفنا مثلا مؤخرا الجزائر علقت طلبها للانضمام بريكس بسبب يعني وجهة النظر حول المغرب وجبهة البوليساريو. شايفين روسيا برضو ليست على وفاق برضو مع كده. هذه الاختلافات الداخلية هيتم التعاطي معها يعني وعبرها من أجل هدف أكبر ما بين دول البريكس؟ بدون شك، من وجهة نظري أيضا أن مع هذا الزخم من الخلافات والأحداث وما يحدث في العالم هيكون في مسار لعبور هذه الخلافات بشكل أو بآخر. تنازل طرف، قبول طرف آخر. لماذا؟ لأن الهدف الأكبر هو الوصول إلى قوة اقتصادية وتكتل اقتصادي يكون مؤثر في العالم ويعود بمنافع على الدول المؤسسة والدول المنضمة أيضا. والخروج من عباءة سيطرة، كما تفضلت حيك وذكرت في البداية، تذكرت سيطرة الغرب وهيمنته على الاقتصاد، وأيضا ما يتعلق بإصدار عملة. يمكن المسألة دي زي ما قلت لحضرتك بكرر محتاجة لشوية وقت، لكن طالما في بلان أو في خطة هيتم الوصول إليها أعتقد بإذن الله. يعني المصالح تتصالح بدون شك. طيب، فيما يتعلق بقى بمصر، ده الجزء الذي يهمنا. مصر فيها مزايا كتير لمجموعة البريكس، أهمها الدبلوماسية الحيادية، ده على المستوى السياسي واقتصاديا أيضا. يعني
يعني حضرتك تقدر تسرد الكثير، هنقدر نستفاد ايه؟ بدون شك برضو بقى والمزايا النسبية اللي عندنا برضو، ما احنا بأكد على كلام حضرتك ان التوازن السياسي ورؤية القيادة السياسية وكيفية التعامل مع ملف العلاقات الخارجية، احنا شايفين جهود كثيرة بتبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف، وبالتالي نجد علاقات طيبة لمصر مع دول كثيرة جدا على مستوى العالم، يمكن قبل كده ما كانتش العلاقات بنفس القوة او ما كانش في علاقات. ولذلك ليس فقط هذا الملف أو الملف السياسي، وإنما أيضا الملف الاقتصادي بيلعب دور في غاية الأهمية. طيب إيه اللي عند مصر ممكن يكون محل اهتمام هذه المجموعة؟ مصر ليس فقط لديها الموقع الاستراتيجي، وإنما لديها أيضا الآن الانفراستراكشر أو البنية التحتية القوية التي تعد بيئة جاذبة للاستثمارات، لديها الاستقرار الأمني، لديها الاستقرار السياسي، أيضا لديها ما يشجع على جذب الاستثمارات من خلال القوانين والتشريعات اللي أصدرتها. الاقتصاد الأخضر ده إحنا يعني واخدين فيه أجر يعني. طبعا الاقتصاد الأخضر واقتصاديات الطاقة، إحنا عندنا دلوقتي الكهرباء، يعني كل ما يتعلق بهذه الملفات الاقتصادية الحيوية اللي بتشغل العالم الآن، الدولة المصرية أولاتها اهتمام، وكان في خطوات استباقية من الدولة المصرية علشان تعمل ليس فقط تهيئة المناخ من خلال التشريعات والقوانين، وإنما أيضا البنية التحتية والمرافق، وأيضا ما يتعلق باستخدام المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات مصر. فلدينا في كل محافظة ميزة نسبية، إما في قوة بشرية وإما في خامات أو موارد طبيعية. هل من الممكن ان احنا تحللنا احدى الازمات اللي هي ازمة العملة الصعبة، دخولنا في تعاون مع دول بريكس؟ بدون شك يعني نقدر نقول دي الميزة الاولى اللي ممكن تستفادها مصر، يعني الوقتية، الحل الوقتي لاحدى الازمات الكبيرة في مصر. طبعا لان في مشكلة كبيرة في العملة الصعبة او الدولار زي ما احنا شايفين على مستوى العالم، ايضا ما يتعلق بوجود بديل لهذه العملة يمكن ان يتم استخدامه في التجارة حتى البينية ما بين دول المجموعة، هيبقى مفيد جدا وهيقلل او يخفف الضغط على طلب او الطلب على الدولار، بالاضافة ايضا استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، ده بيخلي في تخفيف للضغوطات الكثيرة جدا على العملة الصعبة وعدم توفرها بشكل كبير، وبيخلي كمان ما يبقاش الدولار هو المتصدر الصدارة ومهيمن على التجارة العالمية. هيأثر على الميزان التجاري المصري، يعني التبادل التجاري واتفاقات تجارة حرة مع دول بريكس هيأثر. مصر هتقدر تستفيد بيها؟ يأثر بالإيجاب، لأن دايما لما يبقى في علاقات متبادلة بشكل أكثر وتوسع في الاستثمارات الأجنبية، أيضا ما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري، ده هيأثر بشكل إيجابي. طب معلش، هو احنا باقي نص دقيقة سريعا، كيف كان رد فعل الغربي على اجتماع بريكس؟ طبعا ده شيء متوقع ان يكون في تعليقات ان الاجتماعات لن تزدي او لن تؤدي الى نتائج ايجابيه، ده بس هو ما يتعلق بالنيو ديفلوبمنت بانك او البنك الجديد للتنميه، هو اللي بس ده احد الانجازات او هو ده الانجاز الوحيد. كل ده متوقع وطبيعي جدا كردود فعل، ولكن المسيرة بتسير بشكل قوي جدا لمجموعة البريكس، والدليل على ذلك بأكد رغبة دول كثيرة في الانضمام لهذه المجموعة، أيضا الخطط المستقبلية للمجموعة، أيضا في التوسع في العلاقات المتبادلة ما بين دول المجموعة، وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري، زيادة قوة الدول الأعضاء، أيضا إحلال مثلا اللي هو البنك التنمية الجديد، يعتبر الشبيه أو البديل لصندوق النقد الدولي، وبالتالي يكون عندهم أداة تمويلية للاستثمارات والمشروعات. أعتقد أنه يبقى في تشكيل جديد للعالم وإعادة تشكيل للعالم في الفترة القادمة. إذن هو إعادة تشكيل جديد للعالم اقتصاديا وسياسيا. بشكر ضيفي دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. بشكر فريق عمل مساحة للرأي، وشكر موصول لكل من تابعنا، شكرا لكم.